لكن انت في الملعب او شفت الجون ده ازاي بتاع محمد مجدي قفشه التاسعه الاول؟ خلينا نتكلم على التاسعه. كنت يعني كان عندك احساس يعني الناس كلها، ما سالت قبل ما تيجوا النهارده سالت معظم اللعيبه قالوا لي سعد تحس ان هو كان حاسس ان احنا هنكسب، جالك منين الاحساس؟ لا كان على 10 على 10 على 10 يمكن بقى لكن تسعة ماتش الزمالك ظروفه باحداثه، انا دايما بقول ان كل البطولات افريقيا اللي في النادي الاهلي مهمه، كل جيل تعب في كل بطوله خدها. امتع بطوله بالنسبه لي او احلى بطوله حصلنا عليها هي 2006، يعني بالنسبه لي انا صفاقسي التوقيت الجون مع رغم انت ما كنتش موجود كنت يعني لسه صغير شويه يعني. بس دي على مستوى الاحساس بالبطوله وان البطوله بتبعد وفجاه بتجيلك وطريقه الجون نفسه قريبه شويه من طريقه قفشه. لكن كانت اهم بطوله او من اهم البطولات دوري ابطال افريقيا اللي كان لازم ناخدها هي المباراه النهائيه مع نادي الزمالك، ليها اعتبارات كتيره جدا والاحداث كتيره جدا مرت اثناء الموسم سواء على كل المستويات او على النقط اللي الكابتن وليد اتكلم فيها. نادي الزمالك نادي كبير وهو المنافس بتاعك اللي بينافسك على معظم البطولات، فدايما المنافس بتاعك لما بتكسبه بيبقى في تفوق نفسي عليه، بيبقى في تفوق معنوي. الحاجه الثانيه بياخد وقت لحد ما هو يبتدي يفوق ويبتدي يرجع، زائد يعني احنا بنتكلم المنافسه في ماتشات الدوري في الكاس، ما بالك اكبر بطوله في القاره، البطوله اللي بتديك كاس عالم، البطوله اللي بتديك كل الامتيازات. فكان كل ده في حساباتنا وبنقول للعيبه بنحاول ان احنا نعمل شحن معنوي ونفسي ان احنا مفيش مش شايف حاجه الا البطوله.